وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية، رح نتعرف خلالها على وظيفة ولعضو ممكن نكون نحن ما نشعر فيه إلا لما نحس بألم، اللي هو المرارة، أهم عضو بالجهاز الهضمي، هيك بيعتبروه كتير من الأطباء، على الرغم من أنه الإنسان فيه يكمل حياته بعد استئصال المرارة، ولكن هذا العضو له أهمية بتبرز للأسف لما نقوم بفقدانه، ووجود أي خلل بأداء المرارة ممكن يعمل آلام. كنا عم نحكي مع الدكتور تحت الهواء، لا تحتمل وقد تسبب إغماءات من شدة الآلام. كيف ممكن نحافظ على المرارة؟ شو الأمراض اللي بتنصاب فيها؟ ليش في ناس أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المرارة أو الحصيات اللي بتتشكل داخلها؟ الدكتور باسيل حمامجي اختصاصي بأمراض الجهاز الهضمي والتنظير موجود معنا ليجاوبنا عن كل التساؤلات. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. المرارة هيك عطى توصيف عام ورد عن موضوعنا لليوم، ولكن بدنا نعرف كمصطلح طبي شو منعرف المرارة من حيث الأهمية، من حيث التوضع أيضا. نعم، هلا المرارة هو عبارة عن كيس موجود على الوجه السفلي للكبد، تتجمع فيه المادة الصفراوية اللي بتنتجها الكبد، وبيتم بهذا الكيس تكثيف لهالعصارة الصفراوية واستعمالها عند كمادة هاضمة عندما بناكل. يعني لما بناكل بتواجد الطعام، بصير الطعام موجود في الأثنى العشرية، بتحرض تقلص المرارة وبتدفش كمية من الصفراء اللي بتساعد بامتصاص المواد وخاصة المواد الدهنية. تمام. فالشيء الأساسي للمرارة وظيفته هو التجميع والتكثيف. يعني ما هي اللي بتنتج المادة الصفراوية؟ إنما المادة الصفراوية تنتج من الكبد. تمام. طب حتى نرتب أفكارنا دكتور. نعم. هاي المادة الصفراوية شو تركيبتها؟ نعم. يعني شو أنواع الأطعمة يلي بتهضمها؟ هلا هي المادة الصفراوية عبارة عن أملاح صفراوية إضافة لمادة الكوليسترول، وهذا اللي نحكي هلا عليه وقتنا نحكي عن تشكل الحصيات المرارية. أوكي. هالمادتين هدول مهمات. الأملاح الصفراوية بترتبط بالمواد الدسمة وبتسهل امتصاصها في القسم النهائي من الأمعاء. تمام، يعني احنا لما بناكل وجبة فيها دسم. نعم. فهون بيكون نشاط المرارة بالانقباض والإفراز أكبر بكثير. نعم. لما ناكل مثلا مواد ما فيها تفاحة دسم، تفاحة مثلا، ايه تفاح أو فواكه أو خضار. صحيح. تمام. نعم. طيب خلينا دكتور هيك نحكي عن أهم الأمراض اللي ممكن تصيب المرارة. يعني احنا ما بنسمع غير حدا صار عنده كريزة مرارة، دخل على العمليات، تم استئصال المرارة، ولكن أكيد هي بتمر بمراحل قبل نتيجة مرض معين، نتيجة تراكم يمكن حصيات فيها. نعم. لو فينا نحكي عن هذا الموضوع مفصلا. هلا أشياء مرض بصيب المرارة هي الحصيات المرارية. لكن في عنا أمراض تانية. يعني ممكن للمرارة تتسرطن، ممكن المرارة يصير في عنا شيء اسمه المرارة البلورية اللي بتكون هي مثل حبيبات نوعية معينة بتكون منتشرة فيها. ممكن يصير فيها ورم سليم، بوليب، فكلهم هدول موجودين بالهذا، التهاب مزمن، التهاب حاد، كله موجود. لكن أشياء شيء طبعا مثل ما قلت إنه هي حصيات المرارة. تمام. حصيات المرارة لها نوعين، 85% هي نواة كوليسترولية و 15% هي نواة صباغية. هي منشوفها أكثر عند الأشخاص اللي عندهم أمراض انحلال الدم وهالأمراض هدول. تمام. بالنسبة للكوليسترولية، نحن نعرف إنه الكوليسترول هي مادة ما بتدوب بالماء، وبالتالي ما راح تنطرح مع الصفراء. لكن وجود الأملاح الصفراوية اللي بتحيط حوالي هالبلورة الكوليسترولية بتخلي هالمادة هي قابلة للانحلال بالماء، وبالتالي تنطرح مع الصفراء. تمام. وبتجمع في الحويصة المراري. هلا أي خلل بين الأملاح الصفراوية والكوليسترول بيؤدي إنه نحن يصير عندنا كوليسترول غير قابل للذوبان داخل الحويصة المناعية. تمام. الحويصة المراري. الحويصة المراري. هل 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 هي هل بلورة هي هل بلورة بتكون هي نواة تشكل
الحصيات تمام الكوليسترولية، بتجمع حواليه بقى المواد الثانية، بتجمع التكلس، طبعا التكلس قليل كتير بحصيات المرارة مقارنة مع حصيات الكلوية تمام. 15% بس من الحصيات المرارية هي متكلسة، لكن بتجمعوا عليها مواد وبتبلش بقى تكبر أكثر وأكثر. والسبب الرئيسي لهل هذا اللي مرافق لهالموضوع هذا كمان، إذا الخلل بين الكوليسترول والأملاح الصفراوية واضطراب وظيفة أو حركة المرارة. تمام، ما عم تفرغ بتكون المرارة، إيه ما عم بتفرغ بشكل صحيح، أو عم بتراكم فيها المادة الصفراوية لفترة طويلة. لذلك بنشوف عند الأشخاص اللي عم بيعملوا ريجيم لفترات طويلة، أو اللي مثلاً الناس اللي أصولهم معدتهم بشان يعملوا بشان الريجيم، بيقولوا لك العملية التالية هي مرارة. مرارة لأنه ما بقى بتفرز، هي ما بقى بياكل هو مواد دسمة كثيرة، وبالتالي دائماً عنده صار ركودة مثل بركة راكدة. راكدة، نعم، وبالتالي بتأهب كمان طبعاً كمان حصيات المرارة شلون إن هي في دور الحركة تبعيتها لها أهمية. مثلاً بنشوف المرضى اللي عم بيعملوا عمليات للقرحة، فبقصوا العصب المبهم بالطرفين، وبالتالي كمان بتفقد المرارة تغذيتها العصبية أو القوة لهذا، وبالتالي بنشوف هدول الناس مؤهبين أكثر كمان لا يصير عندهم حصيات مرارية. تمام. فإذا العاملين هدول مهمين بتشكيل الحصيات المرارية. أوكي. تعال دكتور لو سمحت نحكي عن الأعراض، أعراض الحصيات المرارية أو أعراض التهاب المرارة. شو الأعراض المنذرة؟ يا ترى في حرارة؟ يا ترى ممكن يكون المريض عم يحس بآلام غريبة المنشأ بمنطقة المرارة؟ نعم. هلأ أول شيء الحصيات المرارية بتساوي شيء اسمه قولنج مراري، ها؟ يعني نحن بنسميها كريست المرارة. هلأ في حال استمرت الحصيات أو صار في عندك حالة إنتانية، فبسي عندنا شيء اسمه التهاب مرارة. إذا نميز بيناتهم بين القولنج المراري والتهاب المرارة الحاد. هلأ بالقولنج المراري طبعاً 75% من المرضى هن بيشكوا بالشكل الوصف التقليدي المعروف، هو ألم شديد في الطرف اليمين من البطن، بنتشر على الكتف، بترافق مع أعراض هضمية، ممكن يترافق مع أقياءات، والألم بيكون شديد جداً. تمام. ممكن لها الحصيات هدولي أو أجزاء منها تتسرب للقناة الجامعة اللي هي منطقة التفريغ تبعيت القناة المرارية، مرارة قناة مرارية قناة الجامعة، فممكن تسدها، وهون بهالحالة هي تعمل لي انسداد طرق صفراوية وتعمل لي التهاب طرق صفراوية، وكمان إضافة أنه بما أنه مخرجين تبع المادة الصفراوية والبنكرياسية قريبين على بعضهم، ممكن تسبب حتى انسداد بالقناة البنكرياسية وتعمل لي التهاب بنكرياس عاد. إذن هاي هي تقريبا أعراض الحصيات المرارة. الألم تبع المرارة يحتمل لدرجة أنه قال حس بألم فسكت عنه؟ لا عادة طبعا في شغلة كتير مهمة، أنه هي تحرض بعد وجبة دسمة. تحرض عادة مع هلا درجات الألم بغض النظر عن سبب الألم مختلفة من شخص لآخر، ولها علاقة بشيء اسمه العتبة الألمية. في بعض الأحيان نعم بيكون الألم شديد جدا ولا يحتمل، طبعا لا يحتمل لا يحتمل، إلا ب 75% من الحالات هي الشكل الوصفي للقولنج المراري. لكن في عنا أشكال غير وصفية، يعني الألم مثلا بدل ما يكون بالمراق الأيمن أو تحت المحل تحت الكبد، ممكن يكون بمنطقة الشرسوف أو على البطن، ممكن يكون كمان هون بهالمنطقة، فبيفكر المعدة ما بيفكر المرارة. نعم هذا ممكن. كمان أعراض غير وصفية مثل عسرة هضم، ما عم برتاح، ما عم كل ما بياكل شيء دسم ممكن ينزعج منه. وهذا الأفانتاج الكويس بالحصيات المرارية أنه استقصاءها سهل، يعني جهاز الإيكو البسيط اللي ما هذا مباشرة بكشفها، وبس ما انكشف فهذاك وقت نربط الأعراض بالحصات ونقرر هداك وقت العلاج. تمام. قديش مهم دكتور الكشف المبكر عن الموضوع، مشكلة المرارة إن كان التهاب أو وجود حصيات أو أي مشكلة تانية، قديش مهم أنه نكشفها على بكير، وهل هي إلى علاج بعيدا عن الاستئصال؟ نعم،
هلا اول شيء نحن قلنا انه المراره بحصيات المراره هي مراره مريضه. تمام. استمرار المرض فيها عرف شلون بيؤدي لتراكم الحصيات وبيؤدي لشيء اسمه التهاب مزمن. الالتهاب المزمن بؤهب لسرطان مراره، وبالتالي لازم نحن نستأصل المراره المحصات العرضيه ولا العرضيه بعدين. لازم نستأصلها لانه ما في عنا مو مثل الكليه بنشيل البحصه وبتضل الكليه شغاله، لا هون اصلا المراره هي مريضه. عرفت شلون؟ فهدول هذا بالنسبه لحصيات المراره، لكن في عنا مثل ما حكينا بالبدايه عنا امراض للمراره هذاك وقت استطباب عمل جراحي اكيد. عرفت شلون؟ مثلا انا شفت كتله بالمراره، شفت بوليب بالمراره، شفت المراره الكوليستروليه البلوريه اللي بتشوفها مثل يعني مثل بلور حوالي المراره، هدول اجباري استئصال لانه هدول كمان سواء كان بوليب او مراره كوليستروليه هن مؤهبين لسرطان المراره. تمام. فلازم استئصال. نحن ما ممكن نستئصل بس البوليب او بس ما نحسن لان تتم استئصال المراره كلها. في عنا حالات قلنا عم نحكي حكينا عن حالات المرارة العرضية يعني الأعراض، بينما في نسبة عالية من الناس وخاصة هلا مع انتشار وسائل الاستقصاءات بنشخص حصيات مرارية بدون أعراض. صح. صامتة. صامتة. وهون لا من أجل الموضوع الجراحي لا يا إما تقلب لعرضية أو ممكن ضل طول عمره وبدون بدون اعراض. شو هدول لهم بروجرام للمراقبه حالات خاصه. تمام. كنت عم صور حلقه برنامج طريقي فكنت بكليه الطب وورجوني مراره مستأصله. نعم. فمنظره يعني كثير فيها حصيات. نعم. فسالت الدكتور هنيك انه معقول بيصبر المريض لدرجه انه مثل كيس وفيه كثير بحص داخله. نعم. شو كان صاير بهذا المريض؟ فقال لي انه حصرا استئصال نحن ما بنقدر نفتحها. نعم. طب دكتور بعد ما استئصلنا المراره. نعم. بيعيش المريض هضميا، وحضرتك اختصاصي هضميه، بيعيش المريض هضميا سليم، بحاجه ليتناول حبه دواء يوميا، بحاجه لبدائل لتعوض مفرزات او مجمعات المراره خلينا نقول. هلا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان عنده قدره على التكيف، فنحن لما منشيل عضو ممكن يتكيف بقية الأعضاء بهذا. إذا ما كان عضو طبعا مهم كتير نبيل نبيل مثل ما سميت. فنحن لما مستأصل المرارة بلش الكبد هو بكثف الصفراء وبلش هو بينظم الإفراغ تبعه. لكن هذا بده فترة، وهذا بيؤدي لبعض الاضطرابات الهضمية اللي بيشكي منها مريض استئصال المرارة بعد الاستئصال، فبيشكي من أعراض هضمية غير وصفية، نفخة، اضطرابات حركية، اضطرابات، وهذا بنسميه تناثر ما بعد استئصال المرارة. لكن بعد فترة بيتم التكيف وبيرجع الإنسان لحياته الطبيعية. حياته الطبيعية. تمام. يعني أخيراً دكتور هيك نصائح لكل الأشخاص اللي عم يشوفونا إن كان عندهم مشكلة بالمرارة، بيعانوا من التهاب معين، أو حتى أنا مستأصلين المرارة، هل فيك خطوات معينة ممكن ننصحهم فيها تفيدهم ليكملوا فعلاً حياة طبيعية؟ هلا نحن ما في عنا شيء واضح وصريح عن إنه ليش هذا الشخص بصير عنده حصيات مرارية وهذا الشخص ما بصير عنده حصيات مرارية. تمام. لكن بتضل التغذيه الجيده الصحيه المتوازنه لا كثير دهون ولا ولا كارب كثير. عارف شلون هو؟ تمام. بالفعل هي الطريقه الجيده لاستمرار الانسان بحياته بكل اعضائه بما فيها المراره. تمام. بعد استئصال المراره طبعا نطلب من الشخص كمان يرجع لغذاء كمان متوازن لانه هو الغذاء الصح. ها. وباضافه لذلك يعالج الأعراض الهضمية الطارئة معالجة طارئة، يعني ما نخليها هي نسكت على القصة. إيه. لا يعني مو نسكت، مو موضوع نسكت بقدر ما أنه لا نكون وقت الانزعاج بناخذ دواء بحيث أنه ما دايما يحس حاله أنه هو مريض وأنه استئصال المرارة عمل له مرض
مزمن لا ما راح يكون راح يرجع هو انسان طبيعي شي لكن مؤقت. شي مؤقت ولازم نتعاون مع نتعايش معه صحيح ان شاء الله تكون النتيجه تمام صح. اكيد نحن بنتمنى الصحه والسلامه دكتور لكل الاشخاص اللي عم يشوفونا وشكرا كثير لك ولمعلوماتك يسلم ايديك وشكرا لمعلوماتك اهلا يا دكتور.